من بين المواضيع اللي كيتطرق لها الإحصاء العام للسكان والسكنة، هناك موضوع الأمية واللغات. بالنسبة لموضوع الأمية، فمفهوم الأمية اللي كان يعرف سابقا بعدم القدرة على القراءة والكتابة أصبح يشمل كذلك الآن عدم القدرة على إجراء الحسابات الذهنية اللازمة لتلبية متطلبات الحياة اليومية. وفي هذا الصدد، فاستمارة الإحصاء العام للسكان والسكنة تشمل سؤالين حول موضوع الأمية. السؤال الأول حول استطاعة الشخص القيام بعمليات حسابية عند قضاء أغراضه اليومية، حيث يهدف هذا السؤال إلى تحديد مدى قدرة الشخص على القيام بعمليات حسابية ذهنية بسيطة تساعده خلال مزاولته لأنشطته اليومية. والسؤال الثاني حول معرفة الشخص القراءة والكتابة بلغة معينة، حيث يهدف كذلك هذا السؤال إلى تحديد مدى قدرة الشخص على قراءة وكتابة نص بسيط ومختصر متعلق بحياته اليومية بلغة معينة. وكيبقى الهدف من موضوع الأمية أو الأسئلة ديال الأمية اللي كتهم الأشخاص البالغين 10 سنوات فما فوق، وأننا كنعرفوا نسبة الأمية اللي عندنا على صعيد الوحدات الترابية لبلادنا، إضافة إلى أنه كنعرفوا نسبة الأمية في الوسط الحضري والقروي، ووسط الأمية لدى الذكور ولدى الإناث. كما أن الموضوع الأمية والاستمارات الأسئلة المتعلقة بموضوع الأمية في الإحصاء العام للسكان والسكنة تستجيب لأهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم حساب المؤشر المتعلق بإتقان المهارات الوظيفية، القراءة والكتابة والحساب حسب الجنس. أما فيما يخص موضوع اللغات، استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنة تشمل على مجموعة من الأسئلة حول اللغات المقروءة والمكتوبة، اللغة الأم واللغات المحلية. فيما يخص سؤال حول اللغات المقروءة والمكتوبة، فهو سؤال كيهم البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر، واللي سبق لهم صرحوا بأنهم كيعرفوا القراءة والكتابة بلغة معينة. وبالتالي فإن هذا السؤال يهدف إلى تحديد اللغات المقروءة والمكتوبة من طرف الشخص حسب درجة الإتقان. والجواب على هذا السؤال كاينين ثلاثة الخيارات، يعني كناخذ اللغة الأولى الأكثر إتقانا، ثم اللغة الثانية واللغة الثالثة. والخيارات اللي كاينين في اللغات كاينة العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية أو لغات أخرى أو لا شيء. أما فيما يخص تحديد اللغة الأم، فهذا السؤال كيهدف إلى تحديد اللغة الأم، والمقصود باللغة الأم هي أول لغة تعلمها الشخص في المنزل للتواصل مع أسرته في طفولته. وكتبقى أنه الاختيارات اللي كاينين في هذا السؤال هذا هو الشخص اللغة اللي كان كيهضر بها في الطفولة ديالو، واش العربية واللي كتشمل الدارجة المغربية والحسانية، كاين الأمازيغية وكتشمل تمازيغ تشلحيت تاريفيت أو متغيرات أخرى، فرنسية، إنجليزية، إسبانية ولغات أجنبية أخرى. أما سؤال اللغات المحلية، فهذا السؤال كيهم جميع أفراد الأسرة، وكيهدف إلى تحديد لغتين محليتين، يعني في الدرجة الأولى والثانية، واللي كتكون أكثر استعمالا من طرف الشخص المعني. الاختيارات اللي كاينين في السؤال هذا هما داري، كاين الاختيار الدارجة المغربية، كاين تشلحيت أو اللي كنسميوه بالسوسية، تمازيغت أو تاريفيت، الحسانية، لا شيء أو لغة محلية أخرى تحدد.